اليوم على ثلاث نقاط. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل الثالثة وإن شئت فاجعل الصعب سهلا فاجعل الصعب سهلا. هنشوف لو ينفع نحاول كاميرتنا تروح لكابتن ياسر الكناني المدير الفني نادي المنصوره ولا عاملين حظر كده مكتمين. انا كنت عارف كابتن ياسر هيعمل الحركه دي. هو بيحاول ان هو يقفل على لعيبته قبل المباراه خصوصا انها مباراه صعبه وهتفرق معاه جدا في جدول الترتيب. عايز اقول لحضراتكم ان المنصوره في المركز السابع ب 17 نقطه والاولمبي في المركز ال 12 ب 13 نقطه. في حال فوز الاولمبي النهارده هيصعد 3 4 مراكز وممكن يوصل للمركز الثامن، وده برضو في حال فوز غزل المحله النهارده. اما في حال فوز المنصوره فالمنصوره هيبقى عنده